بسبب مشاكل في أوراقه الثبوتية كان وصوله إلى المسابقة أمراً شبه مستحيل، قلبه الملهوف للوصول، وكانت تسكنه رسالة منسق المسابقة: اطمئن ولا تقلق يا عزيزي. لكنه كان قلقاً، فأن يكون جسمك في البلد الذي تعيش فيه وقلبك في كربلاء، فالأمر ليس بالسهل أبداً، ولكن التجربة تقول بأن موطن القلب يكسب دائماً. رحبوا معي بالمتسابق محمد جواد رمضاني من أفغانستان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم وكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.
وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون صدق الله العلي العظيم. حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا وسهلا بكم. أنصتنا لتلاوة المتسابق محمد جواد رمضاني من أفغانستان، شكرا جزيلا لكم. السيد حسنيان تفضل. شكرا أستاذ محمد، شكرا لحبيبنا المشترك من أفغانستان محمد جواد رمضاني. طبعا المطلع راح يحس أن هناك مشكلة بالعارضة اللي هي ظاهرة أن الظرف الصحي اللي يمر به عزيزنا، وإن شاء الله ندعو له بالصحة والعافية، وأن نلاحظ تلاوات يعني أجمل من هذا الأداء اللي قدمه، لأنه البصمة اللي أرسلها والمقطع اللي أرسله كان أفضل من هذا بكثير، لكن يبدو أن السفر أخذ ما أخذه من طاقة هذا الشاب المهذب. شكرا جزيلا لكم. الشيخ عمر تفضل. محمد جواد ما شاء الله رغم ما تعاني منه من آلام ربما مرض، ولكنك كنت رائعا، وفي جلستك وفي قراءتك حاولت أن تبدع وتقرأ أفضل ما عندك، وهذا الذي نحييه فيك، ونسأل الله لك إن شاء الله التوفيق في قادم المسابقات بإذن الله تعالى، وأن تكون أحسن في أحسن الأحوال. ففي الغالب الملاحظات يعني ربما لها علاقة بالأوتار الصوتية وغير ذلك وبمرضك، ولكن هناك ملاحظات انتبه، كالضاد الضائية الأرضي، الضاد لا تكون فيها شائبة الضاء حتى لا تشتبه بالضاء، لأن فيه تغيير وتبديل للمعنى وتبديل حرف مكان حرف. كذلك صفيرك ناقص نوعا ما في حروف الصفير، لنفوسة لا تقول لنفوسة س، إذن بين صفير حتى تظهر هذه الحروف. إن شاء الله نراك أحسن إن شاء الله في قادم المسابقات بإذن الله تعالى. السيد كريم موسى تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بس أشكره على حضوره، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يشافي، ويعني يتقرب لنا إذا كان لحظ بالفاينال يا رب. الشيخ محمد عصفور تفضل. حياك الله حبيبي، والأخ الكريم تحية كريمة للأستاذ محمد جواد رمضاني. وأنا في التقرير أمامي أنه أيضا كان عنده مشكلة في أوراقه الثبوتية للحضور أيضا، ولكن إذا دعاك أبي الفضل فلا راد لفضله، إذا دعاك العميد فلا أحد يستطيع أن يردك، والحمد لله أتى إلينا وأبلى بلاء حسنا رغم ظروفه الصحية، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء العاجل والأداء المميز إن شاء الله في المراحل القادمة. الله يبارك عمرك. بارك الله فيك أخي محمد جواد. عندك مشكلة صحية مبينة، يعني المشكلة الصحية كلهم حكوا عليها، وعندك اختيار الطبقة، الاختيار كان غير صحيح، لو اختار طبقة أقل ممكن كان يجيد القراءة أفضل، إن شاء الله الأمام يكون أفضل بإذن الله. الشيخ باسم أختم بكم. بارك الله بك أستاذ محمد، بارك الله بك يا عزيزي. من جهة الوقف والابتداء فوقوفاتك جيدة، أما من جهة مجيئك إلى كربلاء فهو الجذب الحسيني، شممت ثراك فهب النسيم، نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرع. سيد كريم يعبر عن هذه بصوته الجميل، تفضل سيد كريم. الكلمات يا ريت. نؤيد كلنا. تفضل سيد كريم. الكلمات مشكلتك، المهم كنت أديها سبعة زين. يا أبو أغرال على جائزة في العميد. جائزة العميد في الميدان، دولية تزهر بالقرآن،
تأتي من روضها ننشق روحا من شذا ريحاني. الله 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 الله. وقد رعاها قمر وقد رعاها قمر أنواره وقد رعاها قمر أنواره تشع من خير بني عدنان. الله الله صلي على محمد وآل محمد. هذه هدية إلك. فارسی من فارسی میگم. این هدیه برای شماست. این اصلا هدیه برای شماست به خاطر اینکه این همه سختی رو تلاش کردید که بیاید عراق و انشاءالله که اتفاقات خوب برای شما بیفته. محمد جواد رمضانی من افغانستان، بارک الله بكم، شکرا جزیلا.